السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول بعض الشباب يعجب بلاعبين للكرة من الكفار ويتابعونهم ويقلدونهم ويلبسون ملابس بأسمائهم، فهل تجوز هذه الأمور؟ لا يجوز لبس الملابس اللي عليها أسماء الكفار، لا يجوز، هذا تعظيم للكفار، تعظيم للكفار، هذا لا يجوز. لا تلبس الملابس المكتوب عليها أسماء الكفار أو شعار الكفار، نعم، أو الإشادة بالألعاب الرياضية، لأنها من اللهو واللعب ما فيها فائدة، نعم، فلا يشاد بها ولا تمدح، نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.